بسم الله الرحمن الرحيم. حضرات الأساتذة الأفاضل، سيداتي سادتي، يسعدني هذا الصباح أن أحييكم باسم معالي الشيخ أحمد زكي يماني رئيس مؤسسة الفرقان للتراث وباسم العاملين فيها وباسمي شخصيا، فمرحبا بكم وأهلا وسهلا في مؤسستكم، مؤسسة الفرقان للتراث الإسلامي. في البداية أنقل إليكم تحيات معالي الشيخ الذي كان حريصا على أن يحضر هذا اليوم في هذا الاجتماع الذي في الواقع هو نتيجة اقتراح جاء منه في مجلس الإدارة منذ مدة حين أولى هذا الموضوع اهتماما خاصا. هذا هو المؤتمر السابع من مؤتمرات الفرقان في موضوع تحقيق المخطوطات. اليوم موضوع المؤتمر موضوع متخصص دقيق ينحصر في تحقيق النصوص الأدبية واللغوية. الفرقان عملت منذ أول يوم على تناول عالم المخطوطات من نواحي عدة، من فهرسة، من حفظ، من صيانة، من نشر نصوص، ومن إنشاء شبكات اتصال بين العلماء وما إلى ذلك. واليوم في سلسلة تحقيق المخطوطات ينعقد هذا المؤتمر حول موضوع دقيق، وهو موضوع تحقيق المخطوطات الأدبية واللغوية. ولا شك أن كل موضوع من موضوعات التراث يتميز بخصائص التأليف وخصائص التحقيق، لذلك هذا الاجتماع سوف يدرس هذه القضايا من عدة جوانب. وهذا الاجتماع يتميز بحضور كوكبة كبيرة من علماء المتخصصين في تحقيق النصوص الأدبية واللغوية. سوف نبدأ بنظر عامة على مناهج تحقيق الشعر، ثم ننتقل إلى تحقيق مخطوطات الشعر الأندلسي بخصائصه، وكذلك ننتقل إلى تحقيق المخطوطات اللغوية، وننتقل إلى مخطوطات البلاغة والنقد، ومن المشرق إلى المغرب. ثم يأتي هذا المؤتمر ليضيف شيئا جديدا، وهو دراسة أوائل المنشورات باللغة العربية في مطبعة بولاق، حيث طبعت مطبعة بولاق عدة نصوص أدبية مهمة لغوية وأدبية. تأتي أحد الدراسات حول هذا الموضوع، واليوم وغدا سنسعد بهذه المحاضرات. والمحاضر الأول هو علم من أعلام تحقيق التراث في مجالات الأدب والحديث والتاريخ، الأستاذ الدكتور بشار عواد معروف، وهو معروف ولا يحتاج إلى تعريف، إلا أنني أكتفي بأقول أنه يعمل منذ مدة طويلة بجانبه عمله الأكاديمي والتدريس والعضوية في المجامع الأكاديمية الكبيرة. نشر أكثر من 170 مجلدا في الحديث والتاريخ والأدب، ونشر عديد من الدراسات والكتب الأخرى. وسوف يتحفنا اليوم في هذا الصباح بنظراته أو أنظاره في مناهج نصوص الشعر. فليتفضل الدكتور بشار عواد معنا. شكرا لكم. أريد أن أنبه إلى أن المحاضرة خصص لها نصف ساعة، والمناقشة أيضا لها خصص لها نصف ساعة، فأرجو أن نراعي هذه التخصيصات الوقتية. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا وإمامنا وقدوتنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته أجمعين. أما بعد، فالشكر موصول لمؤسسة الفرقان ولمؤسسها معالي الشيخ يماني حفظه الله تعالى وأذله من مرضه، والشكر موصول
لكل من عمل على إنجاح هذا المؤتمر المهم. أيها الإخوة، سأتكلم اليوم على مناهج تحقيقات نصوص الشعر عموما، ولكن أود أن أشير آثر ذي أثير إلى أن تحقيق النصوص عموما له قواعد عامة تشترك فيها جميع العلوم التاريخية والأدبية والجغرافية والعلمية وما إلى ذلك، ومنها لا شك الأدبية واللغوية، وهي تتمثل في 7 محاور أساسية. المحور الأول هو أن تجمع النسخ وتدرس وأن يختار منها المناسب لاعتماده في التحقيق. الأمر الثاني هو المقابلة بين هذه النسخ، والأمر الثالث هو ترجيح الصواب الذي كتبه المؤلف بعد تعليل هذا الترجيح، إذ لا بد من التعليل، ثم توحيد الانتساخ وتنظيم مادة النص بما يظهر معانيه ودلالاته والإشارة إلى مناجمه الظاهرة والخفية، وتنظيم مادة النص بما يظهر هذه المعاني وضبطه بالحركات الضرورية المؤدية إلى قراءة سليمة، ثم أخيرا تلبية رغبات المؤلف في الحذف أو الزيادة أو التغيير التي قد يشير إليه في أثناء النصوص. على أن كل علم من العلوم له خاصية معينة في قضية التحقيق، ومن ذلك النصوص الشعرية. أين تظهر هذه الخاصية؟ أن توضع له لكل علم أو لكل كتاب في الحقيقة خطة معينة في التحقيق والتعليق تناسب موضوع ذلك النص ونوعية المستفيدين منه، ومن ذلك طبعا النصوص الشعرية. أولى الأشياء التي يتعين مراعاتها في تحقيق نصوص الشعر أن يكون المحقق مختصا به، عارفا بأوزانه، مدركا لمعانيه وإشاراته وإثاراته، قادرا على تمييز مآخذه وأصالة معانيه وتمييزها يعني هذه المعاني عن المنتحل المصنوع في المباني والمعاني على حد سواء، مما يمكنه من حل كل ما يعترضه من صعوبات في قراءة النص وضبطه وإدراك مراميه وعلاقته بما سبقه، فضلا عن تمكنه من العربية لغة ونحوا وصرفا ودلالات تعينه على فهم النص وقراءته قراءة سليمة متقنة. من الأشياء أولى القضايا التي ينبغي أن يتنبه إليها هو التنبه إلى صحة نسبة النص الشعري إلى صاحبه، سواء كان ذلك من المؤلفات أو كان من الأشعار. ومن أمثلة ذلك ما أنبهني إليه صديقي الصدوق معالي الأستاذ الدكتور صلاح جطار إلى وجود مخطوطة في المكتبة الوطنية بتونس تعنى بالشعراء الأندلسيين، وهو من المعلوم من المعنيين بالشعراء الأندلسيين عناية بالغة، عنوانها إهداء الأمراء في تواريخ الشعراء لمؤلف اسمه يوسف بن إبراهيم القرطبي، وحثني على تصويرها لنقوم سوية بتحقيقها ونشرها ضمن سلسلة التراجم الأندلسية التي أخرجتها دار الغرب الإسلامي ونشرت منها 23 مجلدا. حين وجدت الفكرة حقيقة بالمتابعة سألت عن هذه النسخة صديقي الكتبي العالم الفاضل الحاج حبيب اللمسي الذي لم يدخر وسعا في تصوير هذه النسخة، وسرعان ما وصلت إلي النسخة المذكورة. فلما بدأت في قراءتها وجدت التراجم بعيدة البعد كله عن الأندلس والأندلسيين، فاشتد حرصي على معرفة حقيقة هذه النسخة، وجعلت هذا الأمر ديدني وهجيراي وإربي الذي لا يعطله تتاحم الأمور وتراكم الأشغال.
فلم يمضي وقت كبير وقت حتى تيقنت أن هذه النسخة هي مجلد لعله المجلد الخامس من تاريخ إربل لابن المستوفي. وتاريخ إربل لابن المستوفي لا نعرف له في الدنيا إلا مجلد كان في تشستربتي، وكان صديقنا الدكتور سامي صقار قد حققه ونال به رتبة الدكتوراه من جامعة كامبريدج في أعتقد السبعينات من القرن الماضي. وهذا يمثل القسم الأخير الخاص بالشعراء. كيف أصبحت هذه في النسخة، هذه النسخة كيف وجدنا أنها هي كتاب آخر مع أن العنوان واضح الدلالة على أنها من التواريخ المعنية بالشعراء الأندلسيين؟ جاء في ظهر الورقة الأولى: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف المخلوقات وأفضل الموجودات سيدنا إلى آخره. نعم، هذا مجموع ظريف قد حوى كل فن نظيف خصوصا فن التاريخ. سألني بعض الظرفاء أن أجمع له تاريخا جامعا لتواريخ الشعراء، وسميته إهداء الأمراء في تواريخ الشعراء مستعينا بالله وطالبا الحمد. ثم قال: هشام بن زهر رئيس الشعراء ظهر في زمان مروان سنة 550 وكان فيها. ثم قطعت الورقة. تبدأ الورقة الثانية من النسخة، طبعا وذكر في هذه إهداء الأمراء في تواريخ الشعراء تأليف العبد الفقير المحتاج إلى عفو ربه القدير يوسف بن إبراهيم القرطبي، أسأله أن يرحمني ويرحم من طالع في كتابي هذا، آمين. هذه واضحة في النسخة الأولى. بعد ذلك لما تبين في الورقة الثانية قال رحمه الله: عرصات دارهم عليك سلام، هل فيك بعد الظاعنين مقام. وهذه القصيدة في حقيقة الأمر لأبي الحسن علي بن أحمد بن عثمان بن وهب بن عمر المعروف بن الجماس المتوفى بحران في رمضان سنة 969 هجرية، وهو مترجم في قلائد الجمال ابن الشحار وتكملة المنذري وتاريخ ابن الفرات. وقد ذكرت له المخطوطة قصيدته التي مطلعها: صب عراه من الصبابة ما عرى، وسر الخيال بقلبه لما سرى. وقد أورد ابن الشعار القصيدة نفسها وصدرها بقوله: أنشدني الوزير الصاحب أبو البركات المستوفي رحمه الله تعالى، قال: أنشدني ابن الجماس لنفسه من قصيدة أولها: صب عراه من الصبابة ما عرى، وسر الخيال بقلبه لما سرى. وذكر المؤلف في آخر الترجمة ما يشير إلى أن الترجمة لابن الجماس المذكور، فقال: وكان ابن الجماس رجلا من إربل طالبا للمعاش قاصدا بلاد الشام مادحا مستجديا للرفد، ولم يكن خرج لذلك غير هذه المرة، وذلك في شهور سنة 969، وبلغتني وفاته في شهر رمضان من سنة 969 ودفن بحران. حوت المخطوطة 334 ترجمة كلها لشعراء من أهل إربد أو من الواردين إليها، مما يعزز كون النسخة أحد مجلدات تاريخ إربد لابن المستوفي. وقد ذكرت في البحث المواضع التي أشار فيها أنهم أرابلة. والنسخة فيما أرى كتبت في حياة المؤلف أو بعيد وفاته. المؤلف كما تعرفون ابن المستوفي أبو البركات صاحب تاريخ إربد في سنة 637، وكان من تلامذته وأصدقائه هو ابن الشعار صاحب تاريخ أو قلائد الجمان في شعراء هذا الزمان. نعم، ولاحظنا أن خط ابن الشعار في موضعين من هذه المخطوطة قد كتب عليها، بمعنى أن هذه النسخة كتبت قبل سنة 654 وهي السنة التي توفي فيها ابن الشعار. وخط ابن الشعار معروف عندي وله تعليقات بخطه على النسخة الخطية من المجلد الثاني من تاريخ إربل المحفوظة في تشستربتي. ومعلوم أن هذا المجلد كتب سنة 641 كما نص عليه الناسخ في آخره، أقصد نسخة تشستربتي. الحقيقة أن المقابلة بين النسختين تشير إلى اختلاف الخط،
وتنظيم التراجم وتخطيط الأوراق، مما يقطع أن المجلد الذي بين أيدينا ليس جزءا من هذه النسخة التي وصل إلينا، المجلد الثاني منه. وإن الطريف أن الذي ألصق الورقة الأولى بهذه النسخة وهي فرة كتاب إهداء الأمراء قد كتب في أسفل الورقة تبعها للدلالة على صحة الورقة الثانية بعدها، وهي عبارة قال رحمه الله، وهذه التبعة لم تستعمل في بقية أوراق المخطوطة، كما أنه كتب في الورقة الأخيرة من المخطوط بخط مخالف تم ما أردنا جمعه من كتاب إهداء الأمراء في تواريخ الشعراء على يد مؤلفه الفقير يوسف بن إبراهيم القرطبي سنة 800، علما بأن آخر تاريخ مذكور في هذه النسخة الخطية هو سنة 632، وهذا كله يدل على محاولة انتحال هذا الكتاب. ومما يؤكد هذه كون هذه النسخة مجلدا من تاريخ إربل لابن المستوفي ظهور ذاتية المؤلف في كثير من تراجم الكتاب، ومنها العناية بذكر شيوخه، موجود الشيوخ الذي شيوخ ابن المستوفي ذكرت العديد منهم، ذكر أقربائه من نحو قوله في ترجمة ابن شماس الإربلي المعروف بسعد الدين المرندي، وله القصيدة المشهورة في تعليم الرياضة سمعته وهو يمليها على أخي أبي العز المظفر بن أحمد بن المبارك بن موهوب في منزل والدي زمن حياته، وهي طويلة أولها إلى آخره. وقال في ترجمة أبي عبد الله حسين بن الحسن الإربلي المعروف بالأديب حسينا، ونقلت من خطه، يقول لعمي أبي الحسن علي بن المبارك رحمه الله، وأبوه وعمه معروفان، قال الزكي المنذري في ترجمته وهو من بيت فضيلة وتقدم، والده أبو الفتح أحمد ولي الاستيفاء بإربل بعد والده إلى أن مات، وأخوه أبو الحسن علي بن المبارك تأدب وسمع الحديث وكان فاضلا يكتب العربية والعجمية، وله نظم ونثر، وكتب لصاحب إربل مدة. ووالدهما أبو البركات المبارك بن موهوب تولى الاستيفاء بإربل مدة وله شعر. ثم يأتي أدلة أخرى سقناها لبيان أن هذا الكتاب لا يمكن أن يكون إلا هو تاريخ إربل، منها مدح الشعراء له، تصريح الناقلين منه، ومن أبرز الذين نقلوا من هذا الكتاب هو ابن الشعار، وتجدون في البحث نصوصا متعددة حول هذا الموضوع. قد يكون نعثر على مخطوط من المخطوطات وهو عري عن نسبته إلى مؤلف معين، فالواجب على المحقق دراسة النص وتميزه للمخطوط ونوعية الورق والأحبار المستعملة أن يسعى للوقوف على مؤلف النص ما استطاع إلى ذلك سبيلا. ومن ذلك أن أهدى إلي الصديق الأستاذ أبو بكر بلقاسم ضيف عند رحلتي إلى الجلفة من الجزائر ربيع سنة 2013 مجموعة من صور مخطوطات نفيسة، كان من بينها قطعة من مخطوط مكون من 74 لوحة يتناول شعراء أندلسيين ونماذج من شعرهم. وحين قرأنا المخطوط وتأملنا خطه تبين لنا ما يأتي. أولا أن هذه القطعة جزء من كتاب لعلي بن موسى بن سعيد المولود سنة 610 هجرية والمتوفى سنة 685، أكمل فيه كتاب عرائس الأدب الذي لم نقف على من وضع تصميمه الأول على الرغم من طول البحث والفحص. ثانيا أن القطعة المذكورة بخط ابن سعيد نفسه، وهذا غريب، يعني عرفنا ذلك بمقابلة خطه هنا بما وصل إلينا من كتاب المغرب بخطه، مما لا مجال للشك فيه. ثالثا أن ابن سعيد كتب النص سنة 662 أو بعدها، وهي السنة التي تولى فيها محي الدين بن سراقة مشيخة دار الحديث الكاملية في القاهرة وتوفي فيها، حيث ذكر في ترجمته أنه كان شيخا لدار الحديث الكاملية. رابعا أن ابن سعيد كتب لنفسه ترجمة رائقة
ساق فيها جملة وافرة من جيد شعره مما لا يوجد في كتاب آخر، وهي أوسع ترجمة وقفنا عليها إذا استثنينا ما نقله المقري في نفح الطيب. قال فيها: علي بن موسى بن سعيد مكمل تصنيف عرائس الأدب وأحد كتاب سلطان إفريقيا يحيى بن عبد الواحد. كنت أول ما نظمت الشعر جامحا فيما عليه أكثر الشعراء من إقامة الوزن والقافية، وكنت أعرض ما أنظمه على والدي فيقول: إلى الآن ما شعرت، ولكن لا تكسل ولا تيأس، فسيكون منك شاعر، إلى آخره. وبذلك تحقق عنوان الكتاب وتحققت نسبته إلى مؤلفه، نتيجة لدراسة نصوصه ومعرفة خط مؤلفه. نأتي الآن من المشاكل التي قد تواجه المحققين لكتب الشعر، هو توفر نسخة فريدة واحدة من الكتاب، سواء أكانت مجاميع أم دواوين، لا تتوفر منها إلا نسخة واحدة للنص في بعض الأحيان، مما يزيد من صعوبة ضبط النص ويؤدي إلى مشاكل غير قليلة، حيث يصعب في بعض الأحيان ترميم النص الحاصل، النقص الحاصل في النص، أو إقامة تحريف أو تصحيف يقع فيه ونحو ذلك من المشاكل. ذلك أن توفر أكثر من نسخة يوفر للمحقق خيارات في الترجيح للوصول إلى الصواب، وهو أمر يكاد أن يكون معدوما في حالة النسخة الخطية الفريدة. ومن هنا فإن التحقيق النص على نسخة فريدة أكثر صعوبة من تحقيق النص على نسختين أو أكثر، إذ كلما تعددت النسخ توفرت خيارات أكثر للمحقق في الترجيح والتعليل. على أن تحقيق النصوص الشعرية على نسخة فريدة هو مثل غيره من المجالات الأدبية والإنسانية، يحتاج إلى منهج خاص يعتمد الخطوات الآتية إن لم يكن بخط مؤلفه. طبعا إذا كان بخط مؤلفه هذا شيء آخر. أولا، العناية التامة بموارد النص ومقابلتها بالنص المحقق. ثانيا، تتبع كل اقتباس من النص ومقابلته به، ففيه إصلاح خطأ قد يقع في النص الفريد، وضربت لذلك أمثلة لهذا الأمر. الاطلاع التام على مؤلفات صاحب النص الأخرى والإفادة منها لمعرفة أسلوبه وإمكاناته اللغوية والأدبية، مما قد يساعد المحقق على إصلاح ما يعتقد أنه من غلط النساخ وليس من خطأ المؤلف. عرض النص على كتب اللغة والنحو ومراجعة كل معلومة إلى الكتب الخاصة بها، فتضبط بالأسماء على كتب الرجال والتراجم، ولا سيما كتب المشتبه، فإن الأسماء شيء لا يدخله القياس، ليس هناك شيء قبله يدل عليه ولا هناك شيء بعده يدل عليه، فإن لم تضبط بالأسماء بهذه الطريقة يقع فيها التصحيح والتحريف. الإشارة بصريح العبارة إلى المواضع التي لم يستطع المحقق حلها، من نحو عدم الوقوف على ترجمة شاعر في غير النص الذي يحققه فيذكر: لم أقف على ترجمة له في غير هذا الكتاب، أو ما هذا معناه، أو شكه في عبارة أو لفظة، فهذا من صميم عمل المحقق لينبه من يأتي بعده إلى أهمية حل مثل هذه الإشكالات. هناك ناحية أود التنبيه إليها، وهي التحرز من إصلاح خطأ الشاعر أو المؤلف. كثير من المحققين مع الأسف الشديد يحاول أن يصلح النصوص على الوجه، وهذا لا يجوز في علم تحقيق النصوص، لأن علم تحقيق النصوص يهدف إلى إخراج النص الذي كتبه المصنف، سواء كان هذا خطأ أم صوابا، والصواب هو أن يخرجه بخطئه. هذا هو العمل الذي وهذه ناحية حقيقة أشار إليها كثير من العلماء سابقا، حتى كانوا يكتبون النصوص
حتى التحريفات التي تقع في الخط في مثل هذه الأمور، وأنا ذكرت له مجموعة من الأمثلة. وأود الإشارة أيضا إلى أنه أن الشعر تختلف رواياته وألفاظه عند الرواة أو المؤلفين، وأن كل رواية تمثل نصا مستقلا، فلا كبير فائدة من ذكر الاختلافات الكثيرة بين الروايات وإثقال الهوامش بها، فالشعر يروى على أنحاء مختلفة قليلة أو كثيرة. فانظر مثلا إلى البيت المنسوب إلى مجنون بني عامر: تعلقت ليلى وهي ذات ذؤابة ولم يبدو للأتراب من ثديها حجم. وفي رواية: وعلقتها غراء ذات ذوائب ولم يبدو للأتراب من ثديها حجم. وفي ديوانه وكتاب الشعر والشعراء: تعلقت ليلى وهي غر صغيرة ولم يبدو للأتراب من ثديها حجم. وفي تزيين الأسواق في أخبار العشاق: تعلقت ليلى وهي ذات تمائم ولم يبدو للأتراب من ثديها حجم. فهذه أربع روايات مختلفة تماما، فلا فائدة حقيقة من الإشارة إلى الاختلاف، لأن كل نص من هذه النصوص إنما يتعامل على أنه رواية مستقلة. ومن ذلك بيته المشهور: بربك هل ضممت إليك ليلى قبيل الصبح أو قبلت فاها. جاء البيت في خزانة الأدب للبغدادي: بدينك هل ضممت إليك ليلى وهل قبلت قبل الصبح فاها. فهذه رواية مختلفة، ومثل هذا كثير لا يحصر، ولكن مقابلة النصوص بمواردها من الأمور الضرورية، ولا يعدم المحقق من الإشارة إلى ديوان الشاعر إن كان من أصحاب الدواوين فيحيل إليه. على كل حال، هذه أمثلة متعددة ذكرناها في مثل هذه الأمور، ومن الضروري أيضا لا بد للمحقق من النص الشعري من ضبط النص. كل نص أدبي لم يضبط بالحركات أنا في رأيي لا قيمة لمثل هذا التحقيق، على الأقل يضبط ما قد يقع فيه اللبس، وهذا من الأشياء المهمة. ثانيا، لا بد عند المقابلة بين النسخ، ليس كما يفعل بعض المستشرقين، وهو أن يتخذ بعض النسخ أما ثم يقابل عليها النسخ الأخرى ويثبت الاختلافات، هذا لا قيمة له. الأصل في ذلك أن يثبت ما يرى أن المؤلف قد قصد هذا القسم أو هذه اللفظة، ويبين الراجح ثم يبين المرجوح في الهامش، ويعلل سبب هذا الاختيار. هي قاعدة أساسية: التعليل عند الترجيح، لا بد من التعليل عند الترجيح. وأنا ذكرت لذلك إلى أمثلة كثيرة. نسبة الشعر غير المنسوب، هذه من الأمور الضرورية التي ينبغي على محقق النص الشعري الانتباه إليها. شرح الغريب، ومن أجود من رأيت شرح الغريب وعني به هم محققو كتاب الأغاني لأبي الفرج الأصفهاني بدار الكتب المصرية، كان عملا رائعا حقيقة في تلك الأيام الخوالي التي كان فيها العلم والأدب في مصر في القمة، ومع الأسف تدهور في هذه الأيام. ترميم النص كان يمكن للإنسان إذا استطاع أن يرمم النص من عنده على أن يضع ذلك بين حاصرتين. بيان عيوب الشعر من الزحاف والإقواء وما إلى ذلك، هذا أيضا من صميم عمل المحقق. ونأتي إلى مسألة أساسية، أرجو، أنا لسه عندي 5 دقائق الآن بعد، هي قضية الانتحال. الانتحال نوعان: إما انتحال الكتب والمؤلفات كما ذكرنا، كما انتحل هذا تاريخ إربل بن المستوفي وجعله شيئا آخر، أو كما تنتحل الكثير من الكتب إلى آخره والدواوين الشعرية والشعر، أو تنتحل المعاني والمباني. هذا مهم جدا،
لماذا نقول أن الثقافة الشعرية للإنسان يجب أن تكون على أعلى المستويات؟ لأنه لا يستطيع المحقق غير المختص في هذا العلم أن يبين هذه الأمثلة. كثير من هذه الأمثلة أنا سقت منها، ولكن سأنتقل إلى انتحال المعاني، فهو من أخطر القضايا التي تخفى على من لا دربة له ولا سعة اطلاع. وقد تنبه النقاد في وقت مبكر جدا إلى سرقة المعاني فأفاضوا في الكلام عليها، لا سيما في الشعر، بل ربما تتبعوا سرقة معنى بيت واحد من الشعر. ولعل المثل الآتي يوضح هذا الأمر بجلاء مع كثرة الأمثلة الطافحة في كتب الأدب. فقد روى الخطيب البغدادي في ترجمة الشاعر سلم الخاسر أن بشار بن برد غضب على سلم الخاسر وكان من تلامذته ورواته، فاستشفع عليه بجماعة من إخوانه فأتوه فقالوا جئناك في حاجة، فقال يعني كل حاجة لكم مقضية إلا سلما. قالوا ما جئناك إلا في سلم ولا بد من أن ترضى عنه. قال فأين هو؟ قال ها هو ذا. فقام سلم فقبل رأسه ويديه وقال يا أبا معاذ خريجك وأديبك. فقال بشار فمن الذي يقول من راقب الناس لم يظفر بحاجته وفاز بالطيبات الفاتك اللهج. قال أنت يا أبا معاذ جعلني الله فداك. قال فمن الذي يقول من راقب الناس مات هما وفاز باللذة الجسور. قال خريجك يقول ذلك. قال فتأخذ معاني التي قد عنيت بها وتعبت فيها وفي استنباطها فتكسوها ألفاظا أخف من ألفاظي حتى يروى ما تقول ويذهب شعري، لا أرضى عنك أبدا. فما زال يتضرع إليه ويشفع له القوم حتى رضي عنه. وذكر ابن بسام في الذخيرة أن بيت أبي عمر أحمد بن محمد بن دراج القسطلي ومن شيمة الماء القراح وإن إذ طرمت من تحته النار أي يغلي، هو نفسه قول ابن عيينة بن محمد بن عيينة ولا بد للماء في مرجل على النار موقدا أن يفورا. ومن ذلك قول الشاعر محمد بن أبي الحسن بن منازل الإربلي لما انثنى سكران يخفض صوته ويداي منه تحل عقد التكة نبهته سحرا وقلت له اصطبح فلقد ظفرت بمنيتي يا منيتي. وهذان البيتان مسروقة معانيهما من قول ابن المعتز فوكسته سحرا وقلت له انتبه يا فرحة الجلساء والندماء، فأجابني والسكر يخفض صوته يتلجل بتلجلج كتلجلج الفأفاء. ولا يخفى على الباحثين أن هذا الموضوع قد وضعت فيه الكتب والأبحاث الكثيرة، وأن الموضوع واسع ويمكن الرجوع إلى البحث. وأشير إلى أننا بالنسبة لتاريخ إربل بن المستوفي ولد سعيد كلاهما هو من تحقيقي وتحقيق زميلي معالي الأستاذ الدكتور صلاح جرار حفظه الله تعالى. تاريخ إربل ظهر عن دار الغرب الإسلامي، وابن سعيد سيظهر قريبا إن شاء الله. شكرا جزيلا وبارك الله فيك. الشكر لكم دكتور بشار على هذه المحاضرة الممتعة وعلى هذه النظرات الصائبة وهذه النماذج الهامة وأيضا هذا الأسلوب الممتع في هذه المحاضرة القيمة. الآن نفتح النقاش حول هذا الموضوع المهم، وكالعادة يبدأ دكتور عباس تشكنتي. تفضل. مرحبا دكتور. كما فهمت قياسا الدكتور بشار، في كثير من العلوم ممكن تأهيل الشخص ليكون خبيرا في هذا العلم إما بالإجازة، لكن كما فهمت من مختلف التجارب ومن قراءتي لبعض من كتب عن تحقيق المخطوطات أنه يصعب تماما إعداد شخص عن طريق التأهيل، وإنما تأتي عن طريق الخبرة
والدراية والمعرفة والأدوات. سؤالي هنا عن الأدوات في تحقيق الشعر، لنأخذ جانب واحد وهو الأماكن المواضع المعروفة. الذي رأيته في السعودية حمد الجاسر اشتغل كثير على هذا الموضوع، وبالذات في إخراج أداة للمواضع، حمد الجاسر وغيره. المحققين يحتاجوا إلى أدوات، والأدوات هذه لا تكون لها عمومية وإنما خصوصية بالإقليم أو الموضع. فإن تكلمنا عن الأندلس أو المغرب، يجب أن تتوافر أدوات في كل منطقة يستعين بها المحقق للتحقق من صحة المكان، صحة لفظه، صحة تهجيته إلى آخره. سؤال الدكتور بشار، هل تتوفر للمحقق أدوات تعينه في تحقيق الشعر إذا كان في هذا الشعر كثير من المواضع؟ هل هذه الأدوات تتوافر أم تحتاج إلى جهد كبير في مختلف المناطق حتى يهتموا بال؟ شكرا. شكرا جزيلا. لا شك أن أود أن أشير أثير ذي أثير إلى أن قضية التحقيق وقضية التحقيق يتعلمه الإنسان بقراءة أي كتاب من التحقيقات، كيف يجمع النسخ، كيف يقابل بينها، كيف يرجح إلى آخره في الممارسة. لا، هذا النظري ده أتكلم عن الناحية النظرية. أما التخصص هو الذي يجعل من المحقق الجيد أو يميز المحقق الجيد عن المحقق الرديء حقيقة. إن لم يكن عالما بالموضوع الذي يحققه لا يستطيع أن يكون محققا جيدا على الإطلاق أبدا. في كتب الآن شوفوا، عندنا مشكلة الآن في كتب الفقه مثلا، في كتب الفقه إن لم يكن المحقق لكتب الفقه عالما بالفقه وعالما بالحديث أيضا الذي هو من أدلة الفقهاء، لا يستطيع أن يرجح بين رواية وبين أخرى. متى يستطيع أن يعلل؟ أنا قلت لا ترجيح من غير تعليل. كيف يعلل وهو لا يستطيع أن، لو أنا جاء لي بكتاب في الرياضيات أو في الهندسة أو في أي موضع آخر لا أستطيع أن أرجح بين رواية وأخرى لجهلي بالموضوع الذي كتب فيه المخطوط. ولذلك نأتي إلى قضية الأدوات. الأدوات متنوعة في الشعر وفي غيره حقيقة، منها ضبط الأسماء، عندنا كتب المشتبه، الذي لا يملك مكتبة المشتبه ابتداء من الخطيب البغدادي وعبد الغني بن الأزدي وابن ماكول المتوفى سنة 477 أو 475، ثم ابن نقطة المتوفى سنة 629، ثم ابن الصابوني المتوفى سنة 680، ثم كتاب المشتبه للذهبي المتوفى سنة 748، ثم شرحيه لابن ناصر الدين المتوفى سنة 832، ثم لابن حجر العسقلاني 42، ثم لابن حجر العسقلاني المتوفى سنة 852. من لم تكن عنده هذه الأدوات لا يستطيع أن يضبط الأسماء. أبو العباس النجي رمي من زمان قال: أولى الأشياء بالضبط أسماء الناس، فإنه شيء لا يدخله القياس، ليس هناك شيء قبله يدل عليه ولا هناك شيء بعده يدل عليه، فليس لك إلا الضبط بالحركات. هذه واحدة. كذلك المواضع، ليس لك إلا أن تعرف أين هذا الموضع وكيف يلفظ. والمشكلة أن هذه المواضع قد تتغير. أنا مثلا في الأندلسيات، واشتغلت في المكتبة الأندلسية، أنا كنت متغفل على صديقي وزميلي الأستاذ صلاح جرار حقيقة في هذه المسألة. لكن أقول لكم
أنه إضافة إلى روض المعطار وإلى معجم ياقوت وما توفر من الكتب وإلى آخره، كنا نرجع في كثير من الأحيان إلى الألفاظ اللاتينية أو القديمة الإسبانية التي كيف يلفظ فيها الاسم لنرجع رواية على في ضبط رواية على أخرى. يعني أنت لما تريد تضبط مثلا جوتندا، المغاربة والأندلسيون يكتبون الكاف قافا، فيقولون يعني إنجلترا يكتبوها إنجلترا، هي في الحقيقة لازم أن تلفظ إنجلترا لأن القاف عندهم هي قاف، القاف الأعجمية يعني كما يسمونها، وذلك هي جوتندا مثلا، كيف تلفظها بضم الكاف وفتح التاء مثلا ثالث الحروف وإلى آخره، هذا يرجع فيه في كثير من الأحيان إن لم تكن في معجمات البلدان ترجع فيه إلى الأصول. وكذلك بالنسبة إلى الأسماء الفارسية، إلى الأسماء التي في إيران مثلا يعني، أو بالنسبة إلى العراق، أو بالنسبة إلى الحجاز الذي بذل فيها أستاذنا الشيخ حمد الجاسر رحمة الله عليه، وعمله يعني لا يعلى عليه في هذا المجال حقيقة. شكرا. استطرادا لسؤال الدكتور عباس تشكندي، هناك سؤال يطرح نفسه، هل ليس من المفيد الآن أن تتم إعداد قوائم أو مراجعة عن أسماء الأماكن والمواضع ومع خرائط تبينها لمناطق جغرافية معينة؟ الآن كنتم تتحدثون على الأندلس، فذلك يكون على الأندلس، على المغرب مثلا، وهناك تضع الأسماء باللاتينية أو بالإسبانية، وهنا تضعها بالبربرية، نفس الشيء بالنسبة للمناطق الأخرى، بغداد، لبلاد الشام، إلى كذا، إلى آسيا الوسطى، إلى بلاد الروم. يعني هل هذا الجهد ممكن؟ وأظن الحاجة تمس إليه الآن أكثر، لأن الآن الجيل الجديد من المحققين والباحثين لن يكون لديهم هذا العمق وهذه الإحاطة الواسعة بطبيعة الأشياء وطبيعة الزمان الذي نحن فيه. فأظن أن هذه أيضا من الأفكار التي يمكن أن النظر فيها. صحيح صحيح، هذا شيء أنا أعتقد عندنا شيئين يجب أن يعني نعنى بها بالنسبة للمواضع. الأول، أنا في رأيي أن يتخذ معجم البلدان كأساس ويضاف إليه. أنا بدأت بمحاولة في أيام الصبا في سنة 1965، كتبت بحثا في مجلة كلية الشريعة، أو أظن 67 عفوا 67 في مجلة كلية الشريعة، المستدرك على معجم البلدان. يعني استدركت بعض المواضع على معجم البلدان من كتب الرجال ومن كتب التراجم. المهم لو اتخذ معجم البلدان أساسا، لكن الناحية الأساسية الآن هو أن لا يأتي المحقق كما يفعل بعض المحققين المبتدئين، يقول لك مثلا يعرف، يقول له حمص مدينة تبعد عن دمشق ثلاثة أيام، ثلاثة أيام، ودمشق سميت بدمشق لأنهم دمشقوا في بلادها وهي مدينة. إلى هذا الكلام كله لا قيمة له حقيقة. نحن نحتاج اليوم إلى أن نربط الأسماء القديمة بالأسماء الحديثة، وهذا أستاذنا الدكتور الغنيم هو يمكن أحسن من يتولى مثل هذا المشروع العظيم حقيقة، الذي يمكن أن تربط فيه القديم بالحديث، أن تعرف المواضع تعريفا حديثا، أن يقال هذا هذه المدينة أو هذه القرية في المكان الفلاني، وكما فعل الآن كثير من العلماء يفعلون هذا في الوقت الحاضر. بسم الله الرحمن الرحيم. أحب أن أشير إلى ما اقترحه أستاذنا الدكتور أكمل
فيما يتعلق بوضع معجم يعني يعرف بالأماكن تعريفا جيدا. الجهد الذي قام به الشيخ حمد الجاسر والشيخ عبد الله بن خميس وكثير من العبودي وسعد بن جنيدل وغيرهم، الحقيقة هذا الجهد الكبير قد استفادت منه مصلحة المساحة السعودية، وأصدرت في حوالي 7 مجلدات قائمة بالأسماء الجغرافية في المملكة العربية السعودية، ويقابلها معلومات عن خط الطول والعرض الذي تقع عليه، وفي نفس الوقت المراجع التي اعتمدت عليها كتوثيق لها، سواء من مراجعات الشيخ حمد الجاسر أو من الكتب القديمة. هذا الجهد الذي بذل في الواقع هو النمط الذي أو المنهج الذي ينبغي أن يحتذى في معظم دولنا العربية، حتى نستطيع أن نضع مثل هذه الموسوعة المهمة لمعرفة تراثنا ومعرفة كتبنا، ما جاء في كتبنا القديمة عن المواضع. شكرا جزيلا. دكتور سمير رائع. وأخيرا بعد نصف قرن التقينا يا بشار. سبحان الذي يفرق ويجمع. السلام عليكم. سبحان الله الذي لا إله إلا هو رغم كيد الكائدين. يا بشار، لي عليك نقطة واحدة. الحمد لله نقطة واحدة. وهل تظنني من الثرثارين يا أكمل؟ لا يعني. قلت أن على المحقق أن يثبت ما يجد في المخطوطة من أخطاء، وهذا ديدن المستشرقين وليس ديدن المحقق النابه الحريص. فإذا وجدنا أخطاء إملائية أو صرفية في مخطوطة كتبها مؤلفها، ونحن على يقين أن مؤلفها قد كتبها بيده وبخطه، وحدثت فيها أخطاء، فهل لنا أن نثبت ما أثبت المؤلف أم نصحح ما أخطأ؟ جوابي الذي أنا ارتأيته وسرت عليه في كل تحقيقاتي أنني أصحح هذا وأشير إلى الخطأ في الحاشية، وهذا الذي أجريته في كتاب وفاء الوفاء وفي كتاب الروضة الفردوسية وفي كتب أخرى. فأرى أنني لا أتفق معك وأختلف معك ومع المستشرقين الذين يسيرون على هذا النهج. فأرجو يا بشار بعد هذا اللقاء أن لا تزعل مني وأن لا تغضب، وأن يكون صدرك رحبا كما عهدتك قبل 50 عام. والسلام عليكم ورحمة الله. هذا رحابة. اسمح لي بقى. أولا شكرا لأخي دكتور قاسم السامر رائي الذي سعدت يوم كنا زملاء في كلية الشريعة قبل 50 عاما. حقيقة هناك فرق بين أن نصلح وبين أن نشير. الأصل أن تكتب الصواب في المتن لا بأس بذلك على أن تشير إليه في الحاشية، وأن تبقي الخطأ في الأصل وتشير إليه في الحاشية، هذا كله سواسية. الآن عندنا مشكلة. المشكلة أين تأتي؟ أنا ألفت في هذا الموضوع كتابا كاملا سميته تحقيق النصوص بين أخطاء المؤلفين وإصلاح الرواة والنساخ والمحققين، وهو مطبوع في دار الغرب الإسلامي. الآن عندنا مشكلة إحنا أن المؤلف يخطئ،
يخطئ في مسألة أساسية، كأنه مثلا في الحديث النبوي يوصل المرسل، أو أنه يرفع الموقوف الذي هو من كلام الصحابي، يجعله من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا لا بد من الإشارة إليه، ابقائه، لأن هذا رأي المؤلف وقد انتقل. شوف، احنا عندنا احسن مثل على ذلك هو كتاب الموطأ للإمام مالك. الرواية المشهورة الآن للموطأ لرواية مالك هي رواية يحيى بن يحيى التميمي، نعم، رواية يحيى، عفوا، بن يحيى الليثي، المتوفى سنة 234. هذه الرواية رواها اثنان، رواها محمد بن وضاح المرواني، ورواه عبيد الله ابن يحيى ابنه. يحيى بن يحيى لم يكن من فرسان الحديث، كان فقيه الأندلس لا شك في ذلك، لكنه لم يكن من فرسان الحديث، ولذلك وقعت له أخطاء في الموطأ. قيل أن محمد بن وضاح وبقية بن مخلد هم ذولا راحوا إلى العراق وراحوا إلى بلاد الشام وإلى مصر وتعلموا الحديث هناك، وجابوا وياهم الكتب، جابوا وياهم ابن أبي شيبة وإلى آخره. فصارت بلاد الأندلس والمغرب دار حديث بسبب هذين العالمين، محمد بن وضاح المرواني وبقية بن مخلد الأندلس. الآن محمد بن وضاح صلح الأخطاء التي وقع فيها يحيى بن يحيى. عبيد الله روى الرواية كما جاءت. الآن المخطوطات الموجودة في الدنيا على نمطين، التي من رواية يحيى جاءت كما كتبها يحيى، الروايات التي رواها محمد بن وضاح تسور على كتاب شيخه فأصلحه. وقد يكون الإصلاح في بعض الأحيان فيه خطأ، قد يصلح الصواب إلى خطأ، هذه مشكلة كبيرة، وذلك الإثبات هنا ضروري جدا، إثبات الخطأ ضروري جدا، ليس إثبات أن هذا مرفوع أو منصوب. أنا أعلم أن ابن عدي كان رجلا أعجميا في كتابه الكامل في ضعفاء المحدثين، فكان يكتب بالعربية على طريقة الأعاجم، يعني يرفع المنصوب وينصب المرفوع وإلى آخره، هذا شيء آخر، هذا يمكن تصلحه أو لا تصلحه، هذا شيء آخر، لكن المعلومات الأساسية، لأنه في بعض الأحيان يخطئ المحدث في كتابة اسم، فأنت لازم تحط الخطأ وتنبه عليه أن هذا وقع فيه. إذا ثبت لك أن هذا من صنيع المؤلف، إن لم يثبت لك أنه من صنيع المؤلف فلك أن تصلحه وتقول أن هكذا. لكن إذا اجتمعت النسخ جميعا، وهي نسخ موثقة جميعا على رواية واحدة، فعليك أن تثبتها وتعلق الحاشية، هي ملك المحقق الذي، وهذه لها مشاكل متعددة كثيرة، وأنا ذكرت ثلاث نماذج، لأنه عندئذ الذين نقدوا هذا الكتاب سيكونون مخطئين حينما نجد هذا مصحح. يعني ابن عبد البر في كتاب التمهيد انتقد يحيى ابن يحيى في كثير من المواضع، في أكثر من 80 موضع، أنه يحيى أخطأ في هذا المكان، زين، ونحن نجده مصححا، فماذا نقول؟ أن تبلى على يحيى ابن يحيى ابن عبد البر، كذلك في تاريخ الكبير للبخاري ابن أبي حاتم الرازي جمع عن أبيه، عن أبي حاتم وعن أبي زرعة بيان كتيبا صغيرا، بيان خطأ محمد بن إسماعيل في كتاب التاريخ الكبير. الذين جاءوا بعد البخاري في النسخ صلحوه، يعني استكثروا على البخاري أن يقع عنده خطأ في بعض المهار. فكان المحقق المعلمي اليماني رحمة الله عليه حينما يقابل ما اقترحه أو ما قال أنه خطأ يجده على الوجه الصواب في النسخ الخطية، وهذه بمعنى أن النسخ أصلحت فيما بعد. فأنا قدمت أمثلة ثلاثة: الموطأ، وتاريخ البخاري الكبير، والتقريب للحافظ بن حجر العسقلاني الذي أصلح فيما بعد، وقد وصل إلينا الكتاب بخطه وفيه أخطاء، وتجد أن النسخ المنتسخة عنه مصححة، وهذا لا يجوز طبعا من الناحية العلمية. شكرا جزيلا. آخر سؤال، تفضل. بسم الله. شكرا دكتور.
طبعاً أنا كنت مع الدكتور يعني قاسم، لكن أنا لا نريد أن نعيد الأمر، لكن أنا أريد أن نتحدث عن إهداء الأمراء. لما لم تفترض مثلاً أن يكون هناك كتاب فعلاً إهداء الأمراء، وأن يكون قد سقط هذا الكتاب كما حدث في كتب كثيرة، وخاصة تقول الورقة الأولى فيها إهداء الأمراء ثم بدأ كتاب جديد. ومر علينا كثير من الكتب، أنا حققت كتاباً فيه ورقة والتبس علي، دخل في كتاب آخر ونشرته بعنوان الكتاب الأول، ثم تبين كتاب للصغاني كان بعد تخيل. يعني ألا يمكن أن يكون هذا قد حدث يا دكتور؟ الله لا شك أنه قد يكون هناك كتاب، لكنه المشكلة في الورقة الأخيرة. الورقة الأخيرة هذا التدليس سنة في الورقة. لا اسمح لي، الورقة الأخيرة فيها النص من تاريخ إربيل، وفي آخرها يقول إلى هنا انتهى كتاب إهداء الأمراء، وهذا يدل على الانتحال. لا شك في ذلك، يدل على الانتحال، لأنه لو كان هذا في ورقة أخرى مستقلة لقلنا هذا ممكن أن يكون يعني قد وقع الكتاب وبقيت منه جلد، يعني الورقة الأولى والأخيرة، لكن هو كتب على الورقة الأخيرة التي مكتوب فيها من تاريخ إربد، وأنا أشرت إليها في البحث. بس هو كتب أن هذا أنا فلان الفلاني صاحب كتاب إهداء الأمراء، وهذا كتاب إلى آخره، موجود النص فيها صورة واضحة، يعني صورة لو تشوفها في تاريخ إربل مطبوع كتاب. أنا أقترح أن يستمر هذا النقاش على فنجان قهوة أو شيء. شكرا جزيلا.